تنظيم داعش الإرهابي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكاره المتطرفة ولتوثيق جرائمه بهدف إرهاب العالم. وفوق كل ذلك فإن تلك الوسائل تستخدم لغسل أدمغة الكثير من الشباب والشابات في أنحاء مختلفة من العالم. كانت الأسئلة تثار واحدة تلو الأخرى حول كيفية السماح له باستخدام وسائل التواصل بحرية وخاصة شبكة تويتر. لكن بعض مخترقي الحواسيب ممن يسمون بالهاكرز نجحوا في كشف هذا اللغز. اتتبع بعضا من هؤلاء الحسابات التي تروج لتنظيم داعش، وكانت المفاجأة في أن تلك الحسابات تصدر من موقع لوزارة العمل البريطانية. It was weird because we were wondering how it happened. We traced the IPs back and it picks up as an IP range in Saudi Arabia, but it comes back as a DWP for packets. For the IPs we have found, they link to different things. Most of these like IPs will link to the DWP, yeah, but some of these accounts are also spreading a lot of propaganda. فضيحة لم تنل ذلك القدر من الاهتمام، لأن الوزارة أعلنت بأن عناوين بروتوكولات الإنترنت التي يستخدمها التنظيم الإرهابي باعتها الوزارة ومنذ زمن بعيد إلى شركات في السعودية. وهكذا رمت بريطانيا بالفضيحة على السعودية التي لم تنفها هي الأخرى. فضيحة تثبت أن داعش صناعة إقليمية ودولية بهدف تدمير العالمين العربي والإسلامي تمهيدا للهيمنة عليهما، وأن آل سعود هم معول هدام بيد الدول الكبرى لإضعاف العالمين العربي والإسلامي تمهيدا لسقوطهما بأيدي أسيادهم.